السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كنرحب بجميع متابعيني الاوفياء كيف العاده وحتى الجدد واللي اول مره تصادف بالقناه، مرحبا والف مرحبا. اتابعوا وفعل الجرس باش يتوصل دائما جديد الاخبار. اسماء بيوتي كتعرض اليوم لهجوم من طرف واحد السيده اللي هي مجهوله الهويه، ولكن كيف كتقول اسماء بيوتي الحمد لله الكاميرات شداتها. نخليكم مع باقي التفاصيل وخليكم مع ستوريات. يحفظ من شر الخلق ومن العدو الى دارك في بالك. المهم حنايا هذه هي الدار ديالنا، يلا الصباح انا والسيده كنسيقوا انا وياها. المهم السياق وداكشي راكم عارفين، انا عييت السيده شي وحده جات كتدق بعدا كتفرع الباب باغا تشوفني، بحكم انني انا طلعت ندوج بتماره وبهذا خرج عندها السي احمد قال لها راه سيده كدوش ما عجبهاش الحال. المهم الطوموبيله كامله دازت عليها، الطوموبيله كامله دازت عليها، ولكن كنبغي نقول لك حبيبه ها الكاميرا انا نزوميها لك، ها الكاميرا حبيبتي، ها وحده وها جوج شدوك الكاميرات في وجهك وبيني وبينك القانون، واللي ما مربيش انا غادي نربيه وغنعلمو كيفاش يتعدى على الناس ويجي يهجم عليهم حتى لباب الدار. ويلا مصيفطك شي حد غادي نجبدك انتي وهاد الحد هذا، وغنوريك شنو هي اسماء بيوتي وشنو كتسوى اسماء بيوتي، باش نوريك انا تجي وتضوري بالطوموبيل كامله هذا كله حقد وكله سم. سبحانك يا جليل، سبحانك يا جليل، فين وصل بكم الحقد والكره؟ الطوموبيله كلها بيشتيها بالساروت ولا بمقبض، ولكن والله حبيبتي غنربيك وغنوريك شكون هي اسماء بيوتي. ها الكاميرا، ها هي الكاميرا شداتك بعدا مهجمه. انا من حقي الى ما خرجش هذاك شغلي، بلوس ان ما عندكش الحق تكرفسي لينا الطوموبيل. ها والناس شافوك حيت هنايا اون فاس لينا كما شتي كاينين معلميه غتضربي. المهم البنات يلا عيطنا للبوليس، دابا غادي يجيو عندنا دابا البوليس باش نشوفوا حنايا هاد البساله هادي وهاد هاد الشيء هذا اللي وصلنا ليه، حيت الصراحه وصلنا لواحد الحاله لان بنادم يجي يتهجم عندك وجاي باب كاميرتك وبهذا. اختي انا عندي وليدات، عندي داري كنشقى كندير النتواياج مشغوله، فباش انك تهزي ساروت وتدوزي على الطوموبيله كامله صافي، هذا من قله الادب ومن قله الاحترام. والمهم انا فاش يجي ان شاء الله البوليس راه غنبارطاجي لكم هذا الشيء، وكما قلت لكم الدار كلها كاميرات عندي، فتشدات بوجهها وتشدات بكل شيء ديالها وتشدات انها كتجرح.